تفضل دخليها بقى. انا كده كونتين بدات افاجئك. عم بيقول ميتنج از بينج ريكورد، اقول كونتينيو مطلع لي ولا ماليش دعوه؟ نعم مطلع لي رساله this meeting is being recorded، اقول له كونتينيو؟ ايوه بيبي. طبعا كنت له. طيب ماشي. طيب نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. بص احنا كنا خدنا محاضرة الأولى الماجستير في النيورو، دي تكملة ليها، كنا خدناها وسجلناها بس من فترة كده مش فاكر يوم ايه. فدي تكملة للنيورو، تمام؟ الاسكيديول اللي هيبقى معاكم بس تبقوا عارفينه، عايزين الأسبوع الجاي ناخد محاضرتين، محاضرة عن فيلم ريدنج للتشيست اكس راي، محاضرة بعدها فيلم ريدنج للبون، البون ليجا. بعد كده نعمل لكم امتحان شورت كيس زي الدكتوراه كده، حط مثلا 100 حالة أو 50 حالة وتجاوبوهم، وبعد كده نعمل لهم ديسكاش. بعد امتحان التحريري لازم نقعد في المستشفى، لأن أنا قعدت مع الدكتور بتوع الدكتوراه النهاردة حوالي 4 5 ساعات قعدت معاهم، فالوضع مختلف. موضوع انك تقعد قدام الفيلم وتحس بالرهبه ده مهم جدا، وانا عشان ازاي تتكلم وازاي، لكن الزوم بيبقى المساله اسهل شويه. لكنك تشوف الفيلم عشان في نظام افلام لا يزال، فلازم نقعد معه. وانا هقول لكم اخر محاضره، بس محاضره الشيست قبل ما نشرحها في محاضره هتبص عليها متسجله، محاضره دول قبل ما نشرحها هتبص هقول لك محاضره ايه اللي تشوفها، بحيث ايه بحيث نخلصهم، لاني انا يعني الاسبوع ده الحد ده هيبقى يوم كامل اللي جاي عشان اشوف كده 13 13 يا 13، بس انا بس عندي سفرية من 18 25، بحيث ابقى خلصت لكم البون والشيست وهرجع بعد 5 ايام هنبتدي تاني في المستشفى ونعمل موضوع الشورت اكزامينشن، شورت كيس اكزامينشن. تمام نبتدي. هنبتدي اول حاله اهي، حد بس لو كل حاله حد يتكلم بس كلمتين ونعمل تعليق عليه، اي حد عايز يتكلم يتكلم، مش هنقول اسماء لان انا مش شايف الاسماء، او الدكتوره رضا تبقى تقول فلان وفلان يتكلم، معلش رضا انت ما تتكلميش، المهم اتكلم. حضرتك يلا لا اول حد. دكتور عبد الله؟ لا حضرتك ايه مين نجوى؟ معاك؟ نجوى؟ نجوى اتفضلي يا ترى نجوى، قولي وصفي وقولي لنا النجمة بتاعها. طب اللي بعده دكتور أميرة. طيب ماشي حاضر حاضر يا دكتور. قولي يا أميرة. MRI البرين ساجيتال فيو زي 31 ويتد تي 1 شوينج ايه؟ شوينج مش عارفه دكتور. مش شايف حاجة يا أميرة؟ طب حد فيكم حد شايف حاجة تاني غير أميرة؟ في هرنيشن للكونسل من تحت فين؟ ليه؟ سيربلا تونسل. السيريبيلا. بص يا دكتور أميرة، شوف السيريبيلا تونسل نازلة، لو قسنا المفروض هنا لو خدنا خط من البيزيوم كده ورا لغاية الأكسبيت، المفروض السيريبيلا ليها قياسات، هي حسب العمر بيقول لك عند سنتين 2 مللي، عند 3 سنين 3 مللي، هما عشان تعرف يعني لغايه 7 8 7 مللي لغايه سن 70 او 80، يعني ليها تقسيم. بس دي هيرنيشن سيربيلر توصل هيرنيتد خالص، ممكن تيجي مثلا 2 سم دي او اكتر، ما معناش مسطره نقيس. ولو بصينا هنا هتلاقي الحته سي سي اف اللي حوالين الكورد مش باين، الكرينيو سيربيلر جنكشن الكورد مش باين، الحته دي كراود ماشي، ما معوش حاجه تانية، كل الاذر فاين جهاز واحد. فده عباره عن ايه؟ عن كياري تايب 1. ايوه كياري تايب 1 مالفورميشن. طيب ايه المشكله بتاعت كياري مالفورميشن ده؟ ليه العيان اللي بيبقى عنده كياري ضروري نكتبه؟ يعني احيانا يجي لك عيان يعمل ام ار اي عنده هيدك بس،
ما تلاقيش في غير كياري. وكياري ده على فكره فيري انتليجنت يعني، كان في دكتور كنت اعرفه عنده كياري من يعني ما لهوش علاقه يكون يعني يكون عنده ممكن كياري 1 ده عادي العين ما يشتكيش من حاجه وكويس. افرض جالك عيان عنده كياري 1 وعنده هيدك، ايه مساله انك تشوفه كويس وتكتبه كويس في التقرير، ايه الفايده بتاعته؟ حد يعرف؟ حد يعرف ولا اقول لكم انا؟ ما هو عامل كده ابستراكشن على السي اس اف يا دكتور، دي حاجه ما عملناش دلوقتي. عامل سي سي اف سيركيوليشن، سي اف سيركيوليشن ليه روت بيفرز في في اللاترال والسيرد والفورس وينزل تحت في الكورد، وهو راجع السي السنترال كانال بتلاقي فيه بتاع ده، بتلاقي فيه ابستراكشن مش قادر هي السي سي اف يرجع، يقعد يوسع 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 كده لغايه ما يعمل حاجه اسمها سيرينجو مايليا، وممكن يعمل كورد اطرف، وممكن يعمل باراباريس على حسب يعني، واخد بالك؟ فهي دي مش يعني البتاع هو بيوسع له مره، يعمل اوكسيبيتال كرانيكتومي وخلاص، يبقى الحته دي وسعت فما يزنقش الرجوع. اوكي؟ فايدته في كذا، فايدته في الموضوع ده مهم. اوكي؟ طيب ده الكومنت بتاعها، كاري وان تايب مالفورميشن سيتل تي ون ويت ايمجز شوين كودا البروتروجن اوف ذا سيريبيلر تونسور بلو ذا فورامين ماجنم، يبقى ده كاري كاري وان كاري وان مالفورميشن. طيب دوت ايه اللي موجود فيه؟ يسرينجو مايليا يا دكتور؟ اه سرينجو مايليا نتيجه ايه؟ نتيجه الكاري مالفورميشن، يعني عنده كاري ونجلكتد. عنده كاري فحصل لونج تايم، فحصل سنترال دايلاتيشن في السنترال كانال، حصلت عنده سيرينجو مايليا، يبقى ده كاري 1 مالفورميشن نيجلكتد او بتاع ده. ففي سيرينجز في كل المنطقه اللي احنا شايفينها في السيرفيكو دورسال كورد، ماشي؟ طبعا العين ده تلاقي عنده ويكنس في الابر لورمب، يعني قصه صعبه شويه، ماشي؟ ده كاري 1 مالفورميشن مع اي سيرينج بخ ماشي. بديت بس الترجع ده بيروح فتره ويرجع تاني. ياخد يتكلم اسماء منين؟ طيب دكتورة نور، يعني خشوا بالترتيب. طيب سعيد ايوه ماشي اتكلم. ايه سيد ولا قول يا بسيط، النهارده كنت منورنا انت، منورنا النهارده بالليل. سلام حضرتك. والله مش انا هو برضو في مش برضو في للتونسل برضو تحت كده، يعني التونسل مر اللي فيها هرنيشن بسيط يعني مش قوي يعني بسيط. ماشي ايه مع ايه تاني؟ هو في دايليتيشن على مستوى الفورس فينتريكل كده، تمام صح، برافو عليك، في دايليتد في لارجمنت او دايليتيشن في الفورس فينتريكل، مظبوط. في سوبر فينتريكل، بص هنا، لا هنا في حاجه هنا كده دايليتد برضه، السوبر فينتريكل فينتريكل برضه دايليتد. وفي سيسترن الفورامين. بص هتلاقي، بص هنا الهايبوثالاموس كبير، الهايبوثالاموس هنا كبير، والمسا انترميديا كبيره، واخد بالك؟ تمام. والبوسيفوس هتلاقي شالو شويه، المرور لسه شالو، ماشي؟ طيب كده لو بستراكشن على مستوى دكتور عبد الله، يعني مستوى يعني البوسيشن تحت بقى ولا ايه؟ الكوز اوف ابستراكشن تحت. الكوز اوف ابستراكشن فين بقى؟ ما هو ده السؤال. هو كده تحت مستوى الفورس فينتكل، يعني ممكن على مستوى المظلة وبنجات او كده، يكون عند مستوى ايه الفورس؟ ممكن يكون على مستوى الدرينج بتاع الفورس فينتريك، الفورامين اوف ماجين، الفورامين بتاعته ماشي. يعني دي برضه غالبا حاجه
حاجه مالفورميشن، ممكن كوربس كالوزم يكون في برشا الاجليس، فهي كونجينيتال. بس انا اشوف مكتوبه ايه في البتاع، لان ابنورمال شيب كده اللي هي فورس بنت بتاع ابنورمال شيب كاري كاري 2 بقى هنشوف. طيب ايوه الهايبو سالاموس ديريفيتد ماسيف اللارج ميزا فورس فينتريكل ابارنتلي كوميونيكيت سوبيريوز اللارج سوبرا سيلا سيستين التكتم ديسبلاي سوبيريورلي باي ذا فورس فينتريكل بيكت بيكت تكتم يعني كاري 2 انفيريور فيرميان بيك السين ومعاه برضو ايه السوبرا سيلا سيستين والانترنت هيمسفيريك سيستين برضو كبار. المهم كله في الاخر ده كاري 2 مالفورميشن، بس هو يعني كاري 2 دايما بيبقى الفورس فينتك النورمال، بس ده ممكن يبقى معاه برضو كل الكريتيريا بتاعه، بس هو معاه الفورس فينتك الدايليت. ماشي كاري 2 مالفورميشن. بص دي حالة ودي حالة، يعني دي حالة ودي حالة، يعني دي حالة ام ار ودي حالة سي تي مع بعض، ده نفس التشخيص بس ده مكان وده مكان. ماشي برضه عامل عليه قال لي على الثلاث مكاتب يا عماد بني مصر. هو بصي هو في سكان بين ولا تبقى قولي يا بسرعة ده بصي يا رضا اللي عايز اللي عايز يتكلم فيهم يتكلم. طيب اتكلمت يا عبدالله. قول قول يا سيد بسرعة. هو فيه الريشن ورا على مستوى الاكسبت في ريت ممكن تبقى كاري تاب 3 بس تاب 3. طب وده يا سيد يا برضه لا مش اصل الثاني بيبقى بص يا سيد الكاري بيبقى خارج بره البرين خالص، لكن ده مش خارج ده حته ديفكت في مننجيز وفي برين تيشو. طب خلاص بقى يعني انكفالو سيل او سيفيلو سيل كفالو سيل سيفالوسيل ده فرانتر ده اوكسيبيت هالوسيل ماشي، لكن الثاني بيبقى هرنيشن كبير فيه ديفكت في الاوكسيبيت ورا. انت شفت حاله النهارده في المستشفى افتكرتها اه بالظبط ده سيفالوسيل وليس طب دوت. اميره قولي حاجه يا اميره. حاضر سهلا اتفضلي. في هنا دايليتيشن في اللاترال فينتريكل تمام. مع ايه تاني دايليتيشن مع ايه تاني؟ ايه مع الدايليتيشن؟ في ايه نوع؟ ايه سبب الدايليتيشن؟ بص كده يا دكتورة أميرة في الفالكس في انتر ديجيتيشن في الفالكس مش نورمال فالكس تلاقي رايح كده وجاي كده متعرج ماشي واللاترال فينتريكل بعاد عن بعض البودي في لاترال فينتريكل. ايه اللي يعمل كده؟ في حاجه مشهوره تعمل كده هي اسمها ماشي كلبو كيفر. ايه سببها؟ ايه سبب التعرج ده؟ ايه سببه حضرتك؟ في ستراكشر لما يبقى ابسنت يعمل لك الدكت. لا مش الدكت كوربس كالوزم اجينيسيس. هتلاقي في انترديجيشن في الفاكس البراي وتلاقي اللي هو اللي ماسك ده اللي هو مطر تاكت هي اللي ماسكه البوس فينتك، فتلاقي البوس فينتك يبعدوا عن بعض فتلاقيهم يعني بروميننت وفيهم ايه وفيهم كل بالكوفلي ماشي يبقى ده ايه اجينيس كوربس كالوزم مع مع اندر ديجيتيشن في الفالكس ومع كوربس ومع الاذر فايندنج فرنت الهورن مش عارف ايه والاكسيبيت الهورن والتو فينتك بعض عن بعض ماشي يبقى والسويري مع الانتر هيمسفيريك فيشر في انتر ديجيتيشن ده كوربس كالوزم اجينيس. ابدا وفت حتى مش هقول لك عليها بالسهم. في ليبوم ما درستهاش ليبوم. اي ليه قلت عليها ليبوم؟ ان دوت سيت ال تي 1 شوز هايبر انتنسي ليجن. ليجن موجود فين؟ في البوستير فوسه ميلي سوبرا سوبرا سيربيلار سيستم تمام يبقى موجود
في ده السيريبيلر فيرمس، في احنا في النص في يمين سيريبيلر يمين وشمال، انت في النص يبقى ده سيريبيلر فيرمس، يبقى ده سوبيري بوردر بتاع سيريبيلر فيرمس في براي في ليجن برايت سيجنال في تي 1. احنا قلنا البيبان في تي 1 يا اما بلس اب اكيوت بلاد يا لايبوما، مفيش غير الاثنين دول، فده لايبوما في الموجوده في سوبيري بوردر بتاع سيريبيلر فيرمس ماشي. بس ده كلايفز، كلايفز في فات عادي، وده برضو ايه يعني حته فات في من قدام في الفرانتريشن، لكن دي لايبوما في ايه في السيريبيلر سوبيريور سيرفيس بتاع سيريبيلر فيرمس ماشي. فان لايبوما فيري برايت تي 1 وبتبقى في السوبيري بوردر بتاع السيريبيلر فيرمس. دي حاجه كونجينيتال برضه يا دكتور؟ اه ايه الكونجينيتال، ايه الانوماليز اسمها ايه؟ ده الدندي ووكر. اه الدندي ووكر، ايه الدندي ووكر دي عباره عن ايه؟ بيكون في ابس في ستينوز للدكت، بيكون في ستينوز في الدكتس. انهي دكت؟ لا سيريبيلر هايبوبليزيا، اهم حاجه بيبقى في سيست، السيست دي كوميونيكيتنج فين؟ في البصير فصه بمعاه مع الاستراكشن بتاع البصير فصه، بتبقى كوميونيكيتنج مع الفورز فينتري ماشي. يبقى في ميد لاين بصير فصه سيست كوميونيكيتنج مع ايه؟ مع الفورس فينتري مع سيريبيلر اجينيسيس. لو هي كبيره قوي ممكن يحصل معاها سوبرا تنتوريال هيدروسيفالس، لانها بتبقى سيست كبيره وضغطه، فالسي اس اف بيجي عند منطقه الاوت فلو من الفورس فينتري بيبقى اوبستراكتد ماشي. اوكي البرين ستيم برضو في الام ار اي، مش لو بصيت برين ستيم هتلاقيه كومبريسد وسند رفيع نتيجه البريشر، بريشر عليه فتلاقي سند واتروفيك ماشي، برضو من الاسوشيشن بتاعها خلاص. هي دي حاله ودي حاله، مش حاله واحده الاثنين يعني، دي حاله سي تي حاله واحده ودول الاثنين ام ار اي حاله عندهم، بس دول نفس البتاع برضو، وده الديوكال سيس كوميونيكيتنج مع الفورس فينتيكل ومع سوبرا تنتوريال سيرفيس ومع اتروفي في البرين ستيم. اوكي اسمها داندي وولكر سيس، هو الراجل اللي وصفها اسمه داندي وولكر، فده سميت على اسمه. برضو دي حاله ودي حاله يعني، دي حاله واحده ودي حاله. هنا بس الداندي وركر هنا اهي معاها سيريبيلر اجينيسيس وكوميونيكيتنج مع الفورز فينتك بس معاها سوبرا تنتوريال هيدروسيفلس. هنا داندي وركر ما معهاش سوبرا تنتوريال، هي على حسب حجمها ماشي. فالداندي وركر ممكن يبقى معاها سوبرا وممكن ما معهاش ماشي. طب انت ازاي بتفرق ال البتاع ده الداندي وركر من ميجا سيسترنا ماجنا؟ مين يعرف فيك في كونكشن بين الفورس فينتريكل والبوستيريور سيربيلر سيست في الداندي ووكر يعني؟ الداندي ووكر لكن الثانيه ما بيبقاش معاها فعلا صح. البتاع والمكان بتاعها دايما الميجا سيستيرنا ماجنا بتيجي كلمه ماجنا يعني فورام الماجنم، بتبقى الاي سنتر بتاعها امام فورام الماجنم، لكن الداندي ووكر تطلع لفوق في البوستيريور فصه مع سيربيلر اجينيس، لكن الثانيه ما بيبقاش معاها السيربيلر اجينيس، السيربيلر بيبقى كويس خالص ماشي. فدي حاله ودي حاله، برضو دي نفس الكلام مع سوبر تنتوريال زي ما مع سوبر تنتوريال، والاثنين ده الدور زي ما قلنا ماشي. داندي ووكر فاريانت، المهم الاسماء فاريانت ومش فاريانت ماشي. لو ديت سيست مش كونكتد مع الفورس فينتيكل، لو نزلت تحت هتلاقيها كل ما تنزل قريب من فرام الماجنم هتلاقيها ايه تكبر شويه، بس معاها شويه سكالوبنج في الاوكسيبيتال بول. دي الميجا سيسترنا ماجنا ماشي. هي ازاي تفرقها من البتاع ما فيهاش سيريبيلر اجينيس ومش كونكتد مع الفورس، وبتبقى اكتر حته فيها السيست باينه عند الريجيوم بتاع الفورامن ماجنا. اوكي دي اسمها ايه؟ ميجا سيسترنا ماجنا. ميجا يعني حاجه كبيره يعني، ميجا هرتز بتاع سيسترنا يعني ماجنا يعني حاجه كبيره. ديت دي اسم جوبرت سندروم. جوبرت سندروم، مين اللي بيقول جوبرت سندروم؟ احمد خديوي معاك يا دكتور. ايه يا احمد، ده شوف لنا ايه جوبر ده عباره عن ايه؟ ده بيبقى التريبيلر فيلمس بيحصل فيه هايبوبليزيا شويه. ايوه برافو عليك صح، يبقى في تريبيلر هايبوبليزيا في البتاع ده في
الفيرمس مظبوط مظبوط ومعاه نارو اسمس تمام. فبنشوف بنشوف البرين الميد برين عامل زي ايه زي المولر توز. مولر توز عارف درس العقل شكل زي درس العقل ده الروت بتاع الدرس اهو الدرس اهو ادي الروت بتاعه وده الروت بتاعه وده بقيه الدرس. فده الراجل وصف اسمه جوبرت سندروم فسمي على اسمه ماشي. طب الاطفال دول بيجي بريزنتد بايه الفيرس فينتك؟ طبعا عشان الجنيس بتاع الفيرمس بيبقى اللارج ماشي. ممكن يجي بديليت مايلستون اطفال دول بيجي ليه يعني هي السوبر بدونكي بتبقى هي بتروفايت معاهم حاجه في المايند ستون بتاعتها. ما يعني بيجيش طفل عادي يعني. طيب دوت قول يا سيد داي دوت يا باشا في اسمها ممكن تبقى بروزن كيفالي بروزن كيفالي بروزن كيفالي بروزن كيفالي هو بالظبط انا شايف في ويل ديفايند يعني سيستيك ليجن ويمكن مع الفينتركل ولاين دي بي دوت مطر دوت طب ايه اللي تحت ده؟ هو المشكله الديزيز ركز لك على ده اجيب لك صوره. ده اللي هو التاورنج سيربيلا يا دكتور. ايوه بص بص هنا احنا قلنا في الميد لاين اللي احنا بنشوف الميد لاين ده اسمه سيربيلار فيرمس. يبقى هنا سيربيلار فيرمس شكله اب نورمال يعني حاجه كبيره كده وهو ده اللي باين كده ماشي. هتلاقي في كونتينيوتي في السيريبيلر هيمسفير اكروس الميد لاين في السيريبيلر فيرمس هتلاقيهم كوميونيكيتنج مع بعض سيريبيلر هيمسفير ماشي. طيب دي اسمها ايه دكتور عبد الله؟ دي اسمها رومبو 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 انسيفالو ساينابسز. ايوه رومبو انسيفالو ساينابس ايوه صح سلام عليك رومبو انسيفالو ساينابس اوكي صح اسمها رومبو انسيفالو ساينابس ماشي. بيبقى ال السيريبيلر فيرمس ابنورمال وبيبقى فيه كونتينيوتي في السيريبيلر هيمسفير اكروس الميد لاين ماشي. هنا يعني السيريبيلر هيمسفير كونتينوس خلال الميد لاين مع بعض ما فيش فصل بينهم فدي اسمها رومبو انسيفالو ساينابس ماشي. دي حاجه يعني ريره انك تشوفها بس انا موجوده في رومبو انسيفالو ساينابس سيتال تي 1 سبين ايكو شو اب نورمال سيريبيلر فيرمس اللي احنا شفناها. الاكزل تي 1 بنشوف كونتينوس في سيريبيلر هيمسفير اكروس الميد لاين وزاويه الميد لاين سيريبيلر فيرمس. السيريبيلر فيرمس في الميد لاين بيبقى هو اب نورمال لكن في الميد لاين مش موجود. السيريبيلر اثنين لاحمين في بعض ماشي. سينابس يعني ملتحمين في بعض ماشي. طيب دي حاله ودي حاله يعني مش حاله يعني دي حاله ودي حاله. الحاله الاولانيه دي ايه والحاله الثانيه ايه؟ يوصفها لنا بس ونقول ده ايه التشخيص بتاعها. هاي دينكيفالي ايه الحاله الاولى دينكيفالي اسمها ايه هاي دينكيفالي الحاله الاولى التشخيصيه الو بار الو بار واحد سنه بس سنه بس يا سيد مين بيتكلم دكتوره بتقول ايه قول يا دكتوره هولوبرونكيفالي الحاله الاولى دي اللي هي الاوبر اسمه ايه يا دكتوره اسمه هولوبروزنسيفال مش قصدك كده ايه الهولوبروزنسيفال ده عباره عن ايه؟ في ثلاث انواع فيه الاوبر سيمولوبر ولوبر يعني بص لوبر يعني ما فيش لوبس يعني الفنتركل كله حته واحده البرين كله حته واحده الفنتركل مونو فنتركل تمام. فهنا لو بصينا هنا هنلاقي في مونو فنتركل في فنتركل واحد وهنا السلاماي فيوزد مع بعض تمام. يبقى ده انه نوع فيهم الا لوبر
يعني لا يوجد لوب، يعني كله كله حته واحده البرين، زي البانكيك، عارف البانكيك؟ بيقول لك حتى البرين عامل زي البانكيك بالظبط شكله، ماشي. وفي مونو فينتريكل وفي فيوزد سلامين، ده الالوبر. طيب السيمي لوبر، سيمي يعني كانه في لوب، لكن هي في حته فيها وحته ما فيهاش. لو بصينا قدام هنلاقي في انتر هيمسفيركس فالكس، لكن ورا ما فيش. وفي الفنتريكل دايليتد اوكسيبيتال والبودي فنتريكل، ده سيمي لوبر يعني كانه في لوب، يعني حته فيها لوب وحته ما فيهاش. ممكن تلاقي في الاوتلت فوق هتلاقي في حته لحمه في الفالكس السيريبراي والسيريبرال هيمسفير، وفي حته فيها فالكس وفيها انتر هيمسفيريك سبيس، فده اسمه السيمي لوبر وده الوبر. ماشي. يبقى البروزن سيفري الاولاني ده الوبر والتاني سيمي لوبر هور بروزن سيفري. ماشي. دوت مين يقول الحل دكتوراه شويه؟ مش قول رضا مشيت الان، تحس ان هي لوبه يا دكتور دي، تحس ان في حته بس كده من بس لا مش لوبه. بص يا رضا، السبتم باليوس ده مش موجود، مش موجود، والاوبتيك نيرف الاثنين مش موجود. اه دي سبتم ديسبليزيا. ايوه يا بنت، ماشي في الكيفم سبتم باليوس ده مش موجود، لازم تشك في الايه سبت اوبتيك، تبص على الاوبتيك نيرف، يا اما يبقى صغير قوي يبقى مش موجود، فده سبت اوبتيك ديسبليزيا. ماشي. ابسنت في السبتم باليوس ده ونان فيجواليزيشن في البايلاترال اوبتيك نيرف. ماشي. والعين ده بيطالب بيتولد ما بيشوفش كويس. ماشي. فده سبت اوبتيك ديسبليزيا ديت هيتيروتوبيا. يبقى عباره عن ايه ده؟ الجري مطر بتبقى موجوده على الول بتاع اللاترال فينتك مكان هوات مطر، فده ايه في باند، بتبقى باند وفي تيروتوبيا موجودين على الول بتاع. احسن حاجه شوف التي 1، يعني التي 1 حلو بيوريك جري من لانه هي تسميه جري وهوايت بناء على على التي 1، فاحسن حاجه لو في حاجه في جري ما تشوفها في التي 1. يعني تي 2 برضو مش زي، يعني هنا تصعب انك تقولك في تي 1 باين انها ايه دي هيتيروتوبيا. ماشي. جري هوت ماتر هيتيروتوبيا موجودين على البوست لاترال فينتر، والعين ده بيجي يشتكي من ايبليبسي، يعني ده مشاكل العين هيتيروتوبيا يبقى جاي بايبليبسي هيتيروتوبيا جري هوت ماتر. شيزن سيفلي. في بصي حتى البتاع ده الكليفت لايند باي ايه باي جري ماتر لغايه ما وصل الفنتريكل، بس هنا عشان الصوره جايبها لك فوق. ماشي. يبقى ده انهي نوع فيهم؟ كلوزد ولا احنا مش شايفين الفنتريكل عشان نقول كلوزد ولا اوبن، لازم نشوف الفنتريكل. ماشي. غالبا كلوزد، غالبا كلوزد، بس في اوت باوتشنج والجري ده الشيزن سيفلي كلوزد ليب. عندك في كتير بتشوف الحالات دي في الاطفال تجي لك، بس هو الهيستوري بيساعدك شوي. ايه التورش انفكشن او سايتوفيتيكال؟ هي بص البرين ده وزوت وده ويسكونتراست، لو احنا بصينا هتلاقي في حتت مالتيبل اريا ايميا سكيميا سكيميك انسلت في البرين في طفل صغير، وفي سمول سبديورال كولكشن معاها لما حناها صبغه الانفاركت اريا ما خدتش انفارك ما خدتش انهانسمنت، فده يبقى انفكشن. بس هو العين عنده ستريبتوكوكال ووتر شيد انفاركشن، يعني في كذا حته ووتر شيد، حته قدام وحته ورا، نتيجه سيفير بتاع ده ستريبتوكوكال انفكشن، وحصل بايلاترال امبايما، حصل في امبايما هنا في سبديورال امبايما نتيجه الايه الطفل لسه مولود وجايب سيجر وجايب ايه دكتور مجيش هيبوكسك انسفالوباسي مثلا سيستك جروما مثلا. بصي الهايبوكسك انسفالوباسي يعني هي دلوقتي التورش ما يجيش كده خالص، التورش بتبقى تقريبا بحسها فيه فينتريكولار كلاسيفيكيشن كده. لا مش تورش، ستريبتوكوكس، انا قلت جروب بس او ستريبتوكوكس يعني او ووتر شيد انفكشن يعني توكسيك انفكشن. بصي هقول لك انا الانكيفالوباسي اسم التوتي بتكونش ايه؟ هيبوكسيك. هيبوكسيك بس هو الطفل ده اصلا معروف عنده انفكشن، عنده ستريبتوكوكس انفكشن، فجاله
البريك. لكن البتاع ده الهايبوكسيك اسكيميك ده بنعرفه بالديفيوجن دلوقتي، يعني احنا قبل الديفيوجن ما كناش نقدر نشوفه في، لان نقول ده حاجه بيرفنتريكولار هات مطر، ف وكنا بنعتقد انها انكمبليت مايلينيشن، بس بعد ما طلع الديفيوجن بس حللنا المشكله دي، بينا نعرفها من الانكمبليت مايلينيشن بتدي ريستريكت ديفيوجن يبقى ده. لكن ده معروف عنده ستريبتوكوكس انفكشن وجاله من سيفير انفكشن وشوك وبتاع، فعملوا ستي بعد ما الامور يعني ابتدت تبسايد، فلقوا في مالتيبل ووتر شيد انفكشن. الووتر شيد انفكشن ده يا دكتور بيجي دايما مع الستريبتوكوكس يعني سبيسيفيك ليها لا 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 ما يجيش، يجي مع اي حاجه. ووتر شيد يعني ايه؟ ياخد كذا تريتوري، يعني ياخد حته من انتيريو سيريبرال حته من بوستيريور، ملهوش ديستريبيوشن، ياخدش حاجه واحده بس. ماشي. كلمه ووتر شيد انت عارفه لما تلاقي شجرتين جنب بعض وتلاقي برتقانه نازله واحده منهم تعرفهاش جايه من الشجر اليمين ولا الشجر الشمال، فهي دي كلمه ووتر شيد، يعني جايه من التمثيل بتاعها ده. برضو احنا لو بصينا فيه اللي انتوا شايفينه في كوليكشن كده حاجات مشهورة عليه بالسهل. لما حقناه ده وزود كونتراست، لما جيت حقن وهنا بص لو بصيتي برضو في السيستير كلها واخده صبغه انت من انجويت مننجل انهانسمو سيلفين فيشر برضو نفس الكلام، ده برضو بوست مننجايتس، يعني دايما المننجايتس تحب حتة البيزل سيستيرن وتحب ايه وتحب الحتة اللي فيها مننجيز ماسي ريفليكشن، لانها كلها مننجل انفكشن، فما تيجي تحين وتاخد انهانسمنت دي، فده بوست مننجايتس سيكول. ماشي. حصل ايه الفوكال انكريس سيجنال انفرشن المالنجايتس ده دوت. بص ده معمول سونار وبعد كده عمل ام ار اي وبعد كده واتحقن ولا ما اتحقنش مش عارف، ده محقون غالبا، ده محقون. سونار ده على ايه يا دكتور؟ سونار على الكرينيوم. سيبك طب من السونار. ايه في التراس كرينيوم ده في فوكال ليجن كده ده ولا التيومرز ده؟ لا احنا بصينا الاول على الام ار، هلاقي الفنتريكل دايليتد الفنتريكل مودريتلي دايليتد تمام، ولو بصينا هنلاقي في حتت هنا برضو اب نورمال سيجنال بيرفنتريكولار في التي 1 باينه برايت سيجنال. ماشي. في سينجو مايليا برضه. الكورد ده سنه هنجي الكورد دلوقتي. الفنتريكل قلنا دايليتد تمام. وفي مالتيبل في الساي في البرين بارينكيما اب نورمال سيجنال اهي حته البرايت سيجنال ده. ماشي. لما جينا ده ام ار، بعد كده جه عملوا ام ار تاني بعد فتره معينه بعد 30 يوم عملوا ام ار تاني برضه شو على نمبر سيجنال. لو بصينا اللاتر الفورس فينتيكل كبر قوي او اللاتر فينتيكل كبر، والحتت برضه دي موجوده فيها لسه برضه فيها ايه فيها بتاع ده فيها اب نورمال سيجنال زي الاول، وابتدت ده من زي لوكو ماليش. ماشي. طيب الكورد في ايه؟ لو بصينا على الكورد هنلاقي في ايه؟ هو في كده وفي دايليتيشن، يعني فيها كومبريشن من تحت ومن فوق، في دايليتيشن. بص في حاجه جايه من بره وضغط على الكورد ده، كل ده بس للاسف كانت عايزه تتحقن سابقا. في حاجه ضغط على الكورد المفروض تتحقن سابقا لان ده تي 2، فالكورد فيه برضه فيه بتاع ده في كوليكشن جاي على الكره. ماشي. فهو ده بص انفكشن مثلا جاله فنتريكولايتس مع امبايما على الكورت الاثنين. ماشي. وده نتيجه برضو انفكشن في البرين، جاله حتت زي حتت حصل فيها انفكشن. ايوه مظبوط. فده فنتريكولايتس مع سيريبرايتس مع بتاع امبايما موجوده في الكورد. ماشي.
سودوموناس انفكشن ويز فنتريكولايتس. السونار مش عارف الكام شاف فينا من السونار. والهنا في الام ار اي شاف الفنتريكل دايليتد في فصاي حواليه، ولما عمل له فولو اب الدايليتيشن زاد، وفي برضه ايه سباينال امبايما موجوده في البتاع ده في الـ في الـ في السي 32 بتاع السباين. ماشي، ده برضه عمل له ام ار اي سي تي، وبعد كده في الفولو اب، وبعد كده ده في الفولو اب خالص بعد ما خف خالص. يعني كل ده في فروقات بينهم في العمل. لما لو جينا احنا بصينا هنا هنلاقي ايه في اول سي تي؟ في ايريس كده هايبو دنسيتيز، واخده كده كانها مرج انهانسمنت كده، اه في حتت له هايبو دنسيتي كانها زي الانفاركشن بالظبط، كان يعني حته معاها قديمه. بالضبط. لما جينا عملناها هنا فولو اب بعد فتره خدت ايه؟ خدت وول انهانسمنت، وهنا برضو خدت مارجنال وول انهانسمنت، هنا خد يبقى ده انفكشن. وحصل ايه هنا؟ حصل ابسس، ابسس اه حصل نيكروز او ابسس. ماشي، بعد كده فولو اب تاني بعد العلاج ابتدى يعني ده يخف شويه، بس ده لسه موجود برضو ايه واخد انهانس. اه سيربرايز حصل في ابسس، بعد كده فولو اب تاني بعد 4 5 شهور. آه العيان بقى ايه بقى احسن شويه، يعني كل السيربرايز راحت والابسس ما اعرفش فضوه بقى ولا هو خف مع العلاج، الله اعلم. ماشي، فده انفكشن، وانفكشن قلب بابسس، والابسس في الفولو اب خف شويه بقى العيان. العيان عنده سيبسيس برينجايتس وسترايل ابسس دي تو برين انفكشن دي تو برين انفرش. ده سترايل ابسس عشان كده خف غالبا. انيشال سيريبرايتس زي ما قلنا فرانتر لوب سويلنج 11 دي، بعد كده لارج اريا فيت ماتر نيكروزس وانهانسمنت في الـ 19 دي، بروفن ابسس ايفينشوالي ماس افكت اند فايندينج شو 28 دي، فول اب سي تي بعد 4 شهور شاف ايه العيان بقى اتحسن، بس هو عنده فوكال سكارينج وكان بيجي له ايبيليبسي. يبقى ده يعني استرال ابسس، فمر بالمراحل دي كلها حسين بقى كويس بعد كده. ماشي، دي سهله دي شوفها كويس. سي تي بتاعها ايه؟ في فوكال اريا اوف السي تي حاله والام ار حاله، وفي بيرمنتيكال كالسيفيكيشن، طفل صغير والهيد صغيره ماكرو كيفالي، فده انتراترين انفكشن. اه ممكن يكون مش عارف، عارفين الطرش؟ عارفين الطرش؟ في بيزر جانجليون كالسيفيكيشن، وفي حته لو اتنويشن موجوده ايدي اسكيميا في الفرنت وتمبروبايتال ريجن. ماشي، والام ار اي ده الام ار اي ده حاله تاني، حاله تاني. ماشي، ام ار يعني عيان تاني غير، هو نفس الانفكشن هو بس عيان غيره ده. فده في البتاع طلع روبيلا انفكشن، مش مشكله النوع يطلع زي بعينه. برضو ام ار تاني في عين روبيلا عاش فتره شويه، بس حصل ايه فيه؟ برضو ايه حصل فيه؟ حتت فيها حصل فيها انسيفالوماليشيا من نتيجه الاسكيميا اللي حصلت. ماشي، ده برضو تورش انفكشن ايا كان طلع روبيلا، هو العين معروف عنده روبيلا وحصل التشينجز اللي حصل. سي تي حاجه والام ار حاله، حاله وده حاله. ده ام ار لو احنا بصينا هنلاقي في بريفنتريكولر ايه اريا اوف نورمال سيجنال موجوده. لو بصينا هي باينه له اللو، لا ده كالسيفيكيشن التي 2 اللي بان لو، ده ما كالسيفيكيشن بان في التي 2 لو، في التي 1 برايت، بالذات الاماتيور كالسيفيكيشن بان في التي 1 برايت. هو ممكن يبان ايزو في التي 2 لو ماتيور، لكن الاماتيور كالسيفيكيشن بان برايت في التي 1. لما عملنا الام ار اي عشان الهيموسايد اللي فيه بيبان تي 2 كالسيفيكيشن مع برين اتروفي ومعاه حتت فيها اسكيميا برضه. ده كرونيك سايتوميجالي فيروس تورش انفكشن، تورش انفكشن، بس هي ما يغشكش البرايت نس بتاع البريفنتيكال ده كالسيفيكيشن اماتيور كالسيفيكيشن. ماشي، ده طلع كرونيك سايتوميجالي فيروس انفكشن تي 1 برضه بيشوف مايكرو كيفالي ومعاها ايه؟ ومعاها البريفنتيكال كالسيفيكيشن. ماشي، برضه طفل 3 سنين عاملين له فولو اب، اول مره عملنا له بعد ما جاله انفكشن
ام ار، بعد كده عملنا له فولو اب وده فولو اب، فالموضوع بيحصل فيه بروجريشن. تمام، يبقى في هوايه مطر بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها ديليد مايلينيشن او يحصل فيها نيكروزس نتيجه الانفكشن، فده برضو عيان حصل له كونجنيتال سيتوماجينس فيروس، يعني حالته اتدهورت نتيجه الانفكشن، بيمنع المايلينيشن وبيكسر الخلايا، فحصل يعني عيان بيبقى يعني انت ما قلت شويه مطر دي اصلا، ما هو بس عشان عارفين الهيستوري بتاعه. بص هوايه مطر كومبليت مايلينيشن لازم يبان هنا في الاول، لكن هنا كان كويس المايلينيشن كويس، بعد كده حصل البيرفنتريكل حصل بعد كده في الفولو اب رضا ماشي، وبعدين حصل نيكروزس. هوايه مطر ما بيحصلش حتى لو ديليت مايلينيشن، ما يجيش فيها حتت انفاركت اريا او اسكيميك اريا، فده نتيجه انفكشن، وفي الفولو اب ايه العين دهور ذلك، فده نتيجه سيتوموجال فيروس انفكشن. مالديفلوبمنت في البرين نتيجه كونجنيتال سيتوموجال فيروس، هو حتى قايل لك عندي سن كذا وعندي سن كذا، فبيعمل لك فولو اب في كل مره عمل الفحص فيها. برضو ده طفل صغير، لو احنا بصينا هنلاقي فيه ابنورمال سيجنال موجوده في البوستيريور برايتال ريجن، هنا في البرايتال ريجن، هنا برضو حصل فيها انسيفالوميليشيا وحصل فيها نيكروزس، وهنا برضو ورا حصل فيها انسيفالوميليشيا كروز. ده برضو قالوا الطفل صغير اتولد وعنده هيربس سيمبلكس انفكشن او هيربس سيمبلكس انكفالايتس، وقالوا بعد كده بعد انكفالايتس سيكولا حصل فيها انفارشن ايه الريفيرتابل انفارشن ماشي، نيونيتال هيربس سيمبلكس انكفالايتس، وبعد كده وصلت الهيموراجيك انفارشن في الهوايت ماتر كورتكس، وده ادى الى اتروفي في الطفل الصغير. دي صورة مكبر لك الصورة، بس هي واخد لك حتة مكبرها لك في التيتو بتاعها. لو احنا بصينا العين برضو جاله انفكشن ومش عارف ايه، ومات هو في الاخر. حتى في الاوتوبسي لما حللوه لقوا فيه اكستنسيف بيتيكال هيموريج، ولقوا فيه حتى انفاركت اريا برضو نتيجة انتراوترين انفكشن ماشي. وده موريك صورة من السيريبيلا بوست بورتم بعد ما مات، مصورها لك بالايه بالتيتو ويتد ايمج. ده ريتل انفكشن، ده سهل، ده شوف كتير تحت شازن كيفري. ايه شازن كيفري ده؟ ده انهي نوع فيهم؟ الاوبن ليبس. شايزن كيفل او شايزن كيفل الاوبن ليبس شايزن كيفل، بلاقي البتاع ده كونكتد مع الفنتريكل وعامله زي البات وينج ابيرنس، باتوينج زي الجناح الوطواط ماشي، فده الاوبن ليب بايلاترال شايزن كيفل. برضو عندهم بيجي لهم ايبليبس، يعني بيبقى البريزنتيشن بتاعهم شايزن كيفل. طيب هو غض النظر الليجن ده انترفنتريكولار ولا اكسترفنتريكولار؟ انترا. ليه؟ طيب انترا عامل دايلاتيشن في الفنتريكل. عامل دايلاتيشن، ايوه. اي ليجن لو جوه الفنتريكل يعمل دايلاتيشن فيه، فده انترافنتريكولار ليجن. لما نيجي نوصف نقول ايه؟ في سيربيجينس سيجنال فويد ليجن. سيربيجينس في الرايت سب ابندمال اكستندنج انترافنتريكولار ماشي. وفي مالتيبل دايليت تورشوز فيسل اللي هي اللي بتتمص نايس، يبقى ده اي في مال فورميشن ماشي. اي في مال فورميشن. اي في مال فورميشن اكستندنج انترافنتريكولار. ماشي في سب ايفن دايما الريش ماشي. ابدوت فهر فهر ديزيز. فهر ديزيز ايه الفهر ده؟ عباره عن ايه دوت؟ ميتابوليك ديزيز، بيكون في مالتيبل كلاسيفيكيشن في البيسال جانجليا اكتر حاجه يعني. مظبوط. طيب ممكن يكون ايه تاني غير فهر؟ ما ممكن ما يكونش فهر. هايبو باراسيتيزم. ممكن يكون ايه تاني؟ ممكن تكون انفكشن برضه، بس ايه ممكن يكون انتراوتراين انفكشن. واي نوت انتراوتراين انفكشن ده ممكن يجي مع الانتراوتراين انفكشن، لانه ميلي سوبرا تنتوريوم ده الفهر بيجي مع بوستيريور فوسا، مش بريزنتد بحاجه، بس العيان ده للاسف برضو انتراوتراين انفكشن.
كان عنده كونجنيتال سايتوميجالو فيروس انفكشن، لانه ده طفل. الفهر بنشوف الكبير شويه. السيكونس ده اسمه ايه؟ سيكونس حد يعرف سيكونس ده وده اسمه ايه؟ تيتو ستار او جريدينت اسمه سسبتبيليتي ويتد ايمجز. ده حاجه طالعه جديد، احسن حاجه بشوف كلاسيفيكيشن احسن من السي تي حتى. بس هو مشكلته ما بيعرفش فرق بين هيموجي كلاسيفيكيشن، فده سسبتبيليتي ويتد ايمجز زي الجريدينت بالظبط، لكن هو ادق من الجريدينت شويه. ماشي، فده سايتوموجالو فيروس انفكشن وجايب اكسنسيف كلاسيفيكيشن مين اللي سوبرا تنتوريال. ماشي، كلاسيفيكيشن الفار بيجي بس يفصه بيجي سوبرا تنتوري بيجي في كبير شويه، ده طفل شويه. الفار بيجي في واحد كبير شويه مش في واحد صغير شويه. دوت ايه في فورس في فورس بترك السوفتشو ليجن وباكلاسيفيكيشن فممكن تكون ابن دايموما او مدلل بلاستوما. فرق بينهم ازاي؟ الابن دايموما بتكستند في اللوشكا والماجند على عكس اللاتروسيتوما، وبتبقى هيتروجينس وبيبقى معاها كالسيفيكيشن برضه. ممكن الابن دايموما معاها كالسيفيكيشن برضه، مش قاعده. ممكن بالديفيوجن، او اهم حاجه الديفيوجن انها تبقى ريستريكتد فيهم. الابن دايموما الميدالوبلاستوما، لا الميدالوبلاستوما تبقى ريستريكتد، الابن دايموما ما تبقاش ريستريكتد، فيها هيبقى سيلولاريتي الميدالوبلاستوما، واحسن حاجه الديفيوجن بصراحه. لكن هي طبعا الابن دايموما تبقى كاستنج الفنتريكل، لكن الميدالوبلاستوما تلاقي هالو ساين. ممكن الابن دايموما اكستندنج للفورامين اوف ماجندي ومونرو. الكلاسيفيكيشن اكتر مع الميدالوبلاستوما فعلا، كل ده كلام. ودي لكن دي ميدالوبلاستوما، لكن هو الديفيوجن احسن حاجه اللي بايه اللي بيعمل بيفرق بين بتاع ده، بيفرق بينهم احسن من احسن من اي حاجه. فدي طلعت في الاخر مضلوا بلاستوما دوت. ده سهل بقى، ما فيهوش زي اللي فات برضو ولا ايه؟ يعني بص، في بريفنتيف كلاسيفيكيشن بس معاه اليوكوماليشيا ومعاه هوات مطر اسكيميا، ما تقوليش ده فار. يعني هي مش حاله واحده، كذا حاله، بس هو جايب لك كل انواع الانتراتور انفيكشن، فكل الثلاثه دول كل الحالات دي انتراتور انفيكشن. ماشي، ده ممكن يكون روبيلا، ده ممكن يكون سامبل، بس انت مالكش دعوه، كله تورش انفيكشن وخلاص. يعني ده تورش، ما تقوليش ده كلاسيفيكيشن هيبقى باراسيلود، لانه معاه برين اتروفي ومعاه فنتريكولار دايليتيشن. ده برضو نفس الكلام مع بتاع حتت بتاع ده فاركت ايريا في الفرونتال ريجون، ده برضو معاه نفس الكلام اتروفي وكورتيكال اسكيميا. فكل ده كل دول انواع من التورش انفيكشن. ماشي، كذا حالة هي، بس كون جايبهم لك كلهم في صورة واحدة عشان ايه ما تغلطش فيهم. دوت ممكن يكون اكوادكت ستينوسيس. طب انت اكوادكت شفته ليه؟ قلت عليه اكوادكت عشان الفورس فينتريكل. لا مش فور، مش اكوادكت، ده الفورس فينتريكل. فورس فينتريكل كونكتد مع سيست ورا، قلنا ده عليه اسمه داندي وركر. ايه دايما بيبقى معاه سوبر تنتور هيدروسيفلس، لان الداندي وركر بتضغط على الفرامنة وفي ماجندي ولشكي ما بتخليش وبساش كويس. طب معاه ايه تاني؟ ايه غير دول؟ اللاتر فينتيكل دايليتد مع ليسنسيفالي، مع البرين سموس. اه مش برين اهو سموس، ما فيهوش ساس جاي ولا جاي راي، ما ده برين كومبليكيشن كده. لا مش هي البتاع الدايليتيشن اكتر في الـ في الـ في الورا في الاوكسيبيتال لوب اكتر، لكن مع ليسنسيفالي الاثنين، يعني في ليسنسيفالي ومع داندي ووكر ومع فينتريكل دايليتيشن. والسيريبيلر فيلمس بيبقى هايبوبلاستيك، وال يعني البري ستيم كويس في ادام ليها شكل البونز، يبقى البونز ده الكونفكس بورد يبقى كويس. ماشي، فده مايكروليسينسيفال ومعاه نوزالكيشن في السريبرم، مع هايبوبلاستيك سريبيلم وبرين ستيم، ومع داندي وركر سندروم. ماشي،
سهل ده. هيمي ميجان كيفالي. هيمي ميجالي بيبقى في ناحيه اكبر من ناحيه، بيبقى الكرايتيريا بتاع الفرنتال هور تبقى بوينتد انتيريورلي، وتلاقي فيه حته كبيره عن الفنتريكل كبيره عن ده. ايه كونجنتال انوم اللي احنا عارفين الهيمي ميجالي انسيفال، نتيجه ممكن يجي اي حاجه بعد تايتر انفكشن. بقى كورتكس سيكند، كورتكس فيها الناحيه اللي فيها هيمي ميجالي يبقى سيكند عن الناحيه الطبيعيه، فده هيمي ميجالي انسيفال. ده بدوت فوكال كورتيكال ديسبليزيا. اي شفتها انت النهارده سعيد، فوكال كورتيكال ديسبليزيا موجوده فين؟ طيب انهي مكانها؟ في ال في الرايت فرونتال، رايت فرونتال ريجون. رايت فرونتال ريجون فوكال كورتيكال ديسبليزيا. العين دايما بإبيليبسي ماشي، يبقى ده في فوكال كورتيكال سيكنينج وبريزنتد باي إبيليبسي. لو عنده سبعه ما ياخدش سبعه خالص، ده الفوكال كورتيكال ديسبليزيا. البريفيتيكال ماتر ده انكمبليت مايلينيشن، لسه طفل صغير ما حصلليش مايلينيشن للهوايت ماتر ماشي. كورتيكال ديسبليزيا ده سهل. ده ليسن سيفالي، في لوس اوف سالكيشن وجيريشن. دكتور عبد الله معلش يا فندم، ممكن بس الحاله اللي قبلها بتاعت فوكال كورتيكال، لان النوت فصل عندي ما شفتهاش معايا. يعني مش عارفه، مش في فوكال كورتيكال ديسبليزيا بيبقى حته من الكورتكس سيكند وفيها ابنورمال سيجنال، لو حنتها سبعه ما بتاخدش سبعه، ودايما الطفل ده يجي لك بابيليبسي ماشي. فوكال كورتيكال ايه ديسبليزيا قلنا ده ايه؟ كومبليت ايه؟ ليسنسيفل ماشي. دوت بولي مايكرو جايرايت. بولي مايكرو جايرايت الكوبلستون. ايوه اللي هو ايوه برافو عليك. كوبلستون ايه؟ كوبلستون ليسنسيفري عبارة عن ايه ده؟ عبارة عن الريجولر نودولر كورتكس ويز هايبو مايلينيشا في الهوايت ماتر اللي حوالين الفنتريكل. هايبو مايلينيشا نوع من ليسنسيفري اسمه كوبلستون ليسنسيفري ماشي. دي سهلة دي برضو. همر اسمه همرتوما يعني في هيتروتوبيا جري مطر هيتروتوبيا. بس هي انترا فنتريكولار دكتور، هي بيريفنتريكولار هيتروتوبيا. بيريفنتريكولار تبقى هي بيبقى موجوده تحت السب من دايمر ريجن اسمها بيريفنتريكولار هيتروتوبيا. احسن حاجه تشوفها في التي 1 يعني، التي 1 جري مطر هو بيبي لك جري مطر شكلها ماشي، موجود على الول بتاع اللاترال فيد. برضه العين بيجي لك بإبيليبس هيتروتوبيا، بتيجي شورت حالات الهيتروتوبيا، خلي بالك تكون شورت، تكتب الدياجنوز بتاعها بس ماشي. ديت مالتيبل منجيوما. مالتيبل منجيوما فين؟ بالفالكس. مع ايه تاني؟ طيب مع ايه تاني؟ مع ترايكون المنجوما برضو ولا ايه؟ ده كالسيفيكيشن في كورد بالاكسس. بس ده نان كونتراست واللي تحت كونتراست، فما فرقش بين الفرق بينهم. منجوما تبقاش كالس يعني صعب تبقى كالسيفايد، ومنجوما تبقى ايزو وتاخد انهانسمنت في الدوس كونتراست. طب نشوف كاتبه ايه. ماشي شوف بس البتاع كده، ده نيور فيبروماتوز. نيور فيبروماتوز كان هاف ا فرايتي اوف ايمجينج ابييرنس. ذيس از كان فروم وومن ويز مالتيبل فالكس منينجيوما في كونتراست، واللي تحت بوست كونتراست. نون كونتراست شو كلاسيفيكيشن اوف ذا ليجن. بوست كونتراست سي تي شو مالتيبل انهانسنج تيومر اون ذا سيكند فالكس، وبعد كده معاها لارج كالسيفايد تيومر فيزيبل اون ذا اوكسيبيتال هورن اوف بوست لاترال فنتري. Here the tumor and physiological plexus calcification cannot be excluded as a cause. يعني هو calcification مع البتاع ده مع من multiple tumor غير النور في بروتوس تايب 2. من دوت ده طفل صغير.
ايه الابنورمالتي الموجوده فيه؟ هو في حاجه في الستارت كونترست وده بوست كونترست. جلايوما على اسمه اوبتيك، لا ابن ستيم جلايوما. يبقى في هايبودنس ليجن موجود في واخد البرين ستيم او الميلي البونز لما جينا حقنا، يعني واخد سطل الانهانسمنت او يكود مع مسافه ضغط الفورس فينتريكل. الباسيلر البازيلر ارتري مش زق ولا حاجه، لا مش زق قوي بعيد. طب ده ممكن هو فعلا برين ستيم، ممكن يكون ايه ده بستيم جلايوما او بونتاين جلايوما. العين لازم تحط في دماغك بالنيورو فايبروماتوس تايب 1، ماشي؟ بيبقى دايما برين ستيم جلايوما معاها هامرتوما في البرين، وممكن يكون معاها اوبتيك نيرف جلايوما او لا، وممكن يكون معاها بليكسي فورم، بس هي على حسب. دايما برين ستيم بتيجي معاها هامرتوما وتيجي مع بتاع ده اوبتيك نيرف، لكن البليكسي فورم بتيجي مع البير اوربت بتاع، على حسب يعني. بس يكون مهم الاثنين نيورو فايبروماتوز تايب 1. نيوروفايبروما هل ده مش دمبل شيب وفي وايدنينج لل لا لا فيش وايدنينج خالص. سنة ينزل فرامينج شلونش ده بوني ليجن طالع من البوستيرير ميد بارت اوف ذا لامينا، ماشي؟ العيان اللي عنده راديكولار بين عملوا له سي تي بقى كده، عملوا له ام ار اي، هو نفس العيان، ماشي؟ لو انت بصيت في ليجن موجود طالع من السباين، ماشي؟ فالليجن ده أستيكوندروما المستكم بتطلع من البرتيبل أستيكوندروما. عملنا لها ام ار اي تي 1 هو عشان بون مارو سيجنال، هيلك انه يعني تتلخبط فيه تقول ده لايبوماتس، لكن لا هو بون، بس البون عشان لسه طفل صغير في المارو بتاعه لسه ما حصلش فيه ماتوريشن، فهتلاقي طالع زي البتاع ده، لكن هي أستيكوندروما. أستيبلاستوما أستيكوندروما أستيكوندروما ماشي. أستيكوندروما اسمها ايه التاني؟ ليها اسم تاني؟ اكزوستوزيس اسمها اكزوستوز، لكن هي الاسم الصح بتاعها اوستيوكوندروما. اوستيو يعني فيها الاثنين، فيها كوندرال تيشو فيها اوستيو تيشو، ماشي؟ باللغه العربيه. بس هو في البرايفت دايما هم دكاتره يحبوا يكتبوا اكزوستوز اكتر. ابديت جيم في اكس ليفت فرونتال اكسترا اكزيل ليجن، ولما حناخد 7 والبون، بس مش قادر يشوف البون تحت، فده برضو منيديو. اكس راكز سي سيفري سبيس اللي حواليها واسع، ولما جينا حقناها خدت ايه ديورال بيزد وليها ديورال تيل، فدي ايه منيجيوبا، ادي الاكزل بتاعها، وده التي 2 وده التي 1 ده البوست كونتراست ساجيتال واكزل، ماشي؟ تيبيكال منيجيوبا، ماشي؟ هذا هوموجينس انهانس في البوست كونتراست ديت. هي بس دي حاله ودي حاله، يعني دول حاله ودول حاله، ماشي؟ ده بري كونتراست ده بوست كونتراست، ده حاله بس فلير بس. فدي من الجيوما دي انهي ديفال ساين من الجيوما ودي فرنتال ايه، او يعني ممكن تبقى برضه انتيرو فال ساين، ماشي؟ ارتيرو فال ساين من الجيوما او سب فرنتال زي ما عايز تقولها ولا. بس الاثنين موريك الإديمة والسيرال، يعني من جيوما تبقى صغيره معاها ماركت إديمة وهوات مطر ومعاها ماس افكت، لكن دي شوف معناها من جيوما يمكن اكبر من دي، لكن ما معهاش راوند قديمة ماس افكت، على حسب ايه الإديمة ممكن تيجي تديك فارينج ديجري اوف فازوجينيك إديمة من الجيوما، ماشي؟ برضو من جوما بيبقى معاها ثلاث حاجات من البو، يا اما سكلروزس اوستيوسكلروتيك او ممكن تعمل ليتك، بس لو عملت ليتك تخاف منها، ممكن تبقى تيبيكال من جوما، ماشي؟ لكن لو سكلروتيك يعني بطمنك شويه، ماشي؟ ممكن معاها هايبر اوستوزيس
هو معاها استيوليسيس، لو استيوليسيس ممكن تبقى تيبيكال مننجيوما، لكن دي مننجيوما ده الاكس راي بتاعها ده معار معار، ودي حاله ثانيه برضو معاها بتاع ده اوستيوسكليروزس فقط. دوت نجري وات ادرينال ليكودستروفي. دايما ادري، احنا قلنا ادرينال جراند ريتروبوتريال تفتكرها بتيجي ورا، فهي اللي بيجي حوالين اوكسيبيتال لوب والبتاع ده ادرينال ليكودستروفي. لو جه حنته صبغه ممكن ياخد صبغه مارجنال انهانسمنت، فده نوع من ليكودستروفي اسمه ادرينو ليكودستروفي. بيجي فرنتال الكسندر بيجي ورا اسمه ادرينال ليكس. احنا بنعلمهم يقول لك الكسندر يعني اسكندر اكبر راجل ذكي فبيجي فرنتال، وادرينال دي بتبقى في ريتروبوتريال فبيجي ورا عشان نعلمهم من بعض. في الميتاكروماتيك، ميتاكروماتيك يعني بيجي اولى راوند ماشي، وفي الكنفان ده بياخد اليو شيبد ومع اليفيتد الان ستايل اسبرتيت في السبكتروسكوبي ماشي. يعني انت ازاي بتعرف تفرق بينهم؟ فده الادرينال كودستروفي. مين اللي في بيجي في الورا؟ هاي اسبلينيا وبسكلوزا. ممكن لو حانت سبعه ياخد سبعه دوت برضه نوع من الليكودستروفي، بس معاه ايه؟ مع حتت في انسيفالوماليشيا وفيها سيستيك تشينجز اللي هو يمكن اللي هو سيستيك اسمه ايه نوع كده من الليكودستروفي؟ سيمبرس اسمه فاندر ناب سندروم او فاندر ناب بس اسمه ميجالو انسيفاليك ليوكونفالوبس. ميجالو انسيفاليك راسه العيل كبيره وميجا كيفالي ومعاه سيستات ماشي، نوع من ال من فيندر ناب. دايما بصفه بتبقى معاه كويسه غالبا فيندر ناب. لما قالوا انسفاليك فيندر ناب بعلاج اكسنسيف دي بفوت مطر هايبر تنسي، واخد برضه سب كورتيكال فايبر وبتاع، ولو عنده صبغه ما ياخدش ايه صبغه. بيبقى مودي دايركت في الفنتريكل سيستم دوت. احنا اللي بيبقى فيه التايجر شيب ده وبيبقى يلافف الداير ما يدور ميتاكروماتيك. انا والله بعلمهم بطريقه كده. شكل البتر فلاي يا دكتور، شكل فراشه تعرف زي الفراشه، وبيبقى معاه التايجر زي جلد التايجر بالظبط. ميتاكروماتيك بيبقى واخد حوالين وما يمتدش لليو فايبر، بيبقى دايما حوالين الفنتريك ماشي. فده الميتاكروماتيك ليكودستروفي. اللي بيجي انتيريور بيبقى راس العيل الطفل كبيره يبقى الكسندر، يبقى ده الكسندر. دوت ايه اللي موجود احنا بنقول عليه بناء عليه؟ لو احنا بصينا هنا هنلاقي ايه؟ في ابنورمال سيجنال واخدين واخدين السبلينيا بتاع الكورباس كالوزم، ومعاهم كورد مانيفستيشن، والطفل لسه واخد فاكسينيشن جديد. يعني هنا ده ادم بتاع ده. ايه ممكن يكون تاني غير ادم؟ ام اس. لو كبير في سن ممكن يبقى ام اس ماشي، لكن هو الهيستي دايما ادم بيجي في الاطفال بيجي بوست فاكسينيشن، فده ادم اكيوت ديسيمينيتنج انسيفالومايلوباثي ماشي. طب دوت طفل صغير، ده طفل صغير خلي بالك. مفيش استريم، في ابنورمال سيجنال كده موجوده في الدم. يبقى في مالتيبل اريا اوف ابنورمال سيجنال موجوده في الفرونت تيمبرو برايتال ريجون اسوشيتد وذ برضو كورد ابنورمال سيجنال. ممكن يكون ادم برضو ممكن يكون ادم صح مظبوط صح ممكن يكون ادم مظبوط صح ممكن احيانا برضو ممكن يكون بوست انكفالايتس، احيانا انكفالايتس بس هي رير تاخد السباين، اللي ياخد السباين برضو يبقى ادم اكتر ماشي. ممكن تبقى انكفالايتس مع ترانسفيرس مايلايتس يعني الاثنين مع بعض ممكن ماشي، لكن هي اوقع ادم شويه. هي ثلاث انكفالايتس مع ترانسفيرس مايلايتس مش مشكله دوت.
ده كبير في السن مش طفل. في فصاي بنتظر فصاي وفي حاجه فيها في الفصه ومعاه برضو فصاي في سبينال كورد. ماشي بدأ ام اس ماشي ده ام اس في البرين وفي سبينال كورد اتنين مع بعض. عايز تعرفه اكتف ولا مش اكتف يعني تعمل له ديفيوجن في البرين لو ريسبت في الفصاي تبقى ديفيوجن او تحينه صبغه لو خد صبغه في الاكتف ستيج لما خدش صبغه يبقاش في الاكتف ستيج. ام اس ام اس از نون سبيسيفيك فايندينج في سبينال كورد ماشي. آخر حالة إيه اللي أنت شايفه أبنورمال؟ بونز في ليجن في الريبون. في ليجن موجود ميلي في البونز وعامل أو عامل وعامل البونز كبيرة مكبرها. لما جينا حقنا صبغة خد صبغة ولما عملنا له إم آر برفيوجن في إيه في البرفيوجن؟ سيريبر بلاد فوليوم زاد 4.5 مرة. لما بيحسبوا ليه حسابات احنا خدنا المحاضرة دي بيبقى زايد او زايد 4 مرات عن الطبيعي ماشي. ولما عملنا له سبكتروسكوبي ايه اللي بان في السبكتروسكوبي؟ انكريز الكولين ده انكريز كولين ولان ان ايه قل فده معناه ايه؟ مالجنت. معناه مالجنت ماشي. فده طلع في البتاع ده بتاع ده برين ستيم جلايوما او بنتاين جلايوما ماشي. ده ديفيوز انترينزيك بنتاين مش عارف ايه انسيت ديفلوبيا بس خدنا انهانسمنت خد انهوموجينس انهانسمنت البرفيوجن ماب ديموستريت ريلاتيف سيريبلر فوليوم ابروكسيميتلي 4.5 تايم هاير ذان نورمال ابييرنج سيريبلر ديفيوت مطعم السبكتروسكوب شاف ريدكشن في ان ان كولين ريشيو ماشي. الناس على اسبرتين مش عارف ديفيو ديس برفيوجن سي بي في ساسفيروتوس ماشي. بدأ طلع برين ستيم ايه جلايوما كده يعني. احنا ايه اللي في محاضرة احنا قلناها قبل كده في سي ان اس ودي تاني محاضرة ماشي. في حد عايز يسأل حاجة في الـ في الـ بتاع ده في الـ في الـ في سي ان اس؟ لو حد فاتته المحاضرة الأولى يرجع لها ويشوف المحاضرة الأولى عشان يبقى سي نس كده خلصنا كل. أوكي تمام يا دكتور. طيب المرة الجاية هنعمل إيه عشان بس تبقوا عارفين المرة الجاية هنعمل بسم الله الرحمن الرحيم سنة. بس احنا كنا خدنا المحاضرة الأولى الميسير في النيورو دي تكملة ليها كنا خدناها وسجلناها بس ترى رضا بس بسجل انا بسجل أيوة احتياطي لحسن تسيبينا في التسجيل اعطيك التسجيل التسجيل عندك بيبقى واضح الصوت احسن من هنا. حاضر بص المره الجايه هناخد التشيست ولا ناخد البون؟ ناخد التشيست احسن. سامعين؟ تمام يا تمام. بص طيب بس قبل التشيست عشان بس تستفيدوا من المحاضره ابعت لكم انا المحاضره اوريها لكم دلوقتي على ال عايزين هدونك يا دكتور. المحاضره اللي فاتت دي كان فيها هدونك؟ ما هقول لك لا ما فيهاش هدونك. بص يعني مع الهدونك ده هناخده في المستشفى. بص دي واحده بس خليك معايا انا بس عشان ما نتلخبطش ثانيه واحده عشان ما نتقطعش الافكار بتاعتنا. نفتح لكم حاجة تعرفوا تصوروها انا بعتها لكم على الجروبس. Thank you.
عايز حاجة ماشي. بسم الله. بص المحاضرة دي ثانية خلاص شايفين كده على الشاشة؟ شايفين العنوان بتاعها ولا اكبرها لكم شوية؟ ده موجود يا دكتور. ايه؟ واضحة موجود. Interpretation of chest X-ray. بعد دكتور عبد الناظر بس معايا اسمعوها وهناخدها امتى؟ انا بس عايز يومين الاسبوع الجاي او عايز او داخدها على اخر الاسبوع بحيث نخلص هم الاثنين. انا اللي بعده مسافر لحد اللي بعده مش هبقى إيه. ولما نيجي هنقعد في المستشفى ثلاث قعدات وهنقعد على الزوم قعده امتحان شورت كيسز. هقول لكم امتحان في حوالي 50 حاله هنعمل له بتاع ده من ونجاوبه مع بعض عشان تبقى انت عرفت الشورت. المستشفى لازم نشوف الحالات لانك انت في الحالات غير الزوم. زوم الحالات تبقى واضحه وبتاع لك انت بتشوف فيلم كله على بعضه تقعد تطلع منه على حسب لانك انت بتمتحن بنفس الطريقه فلازم تشوف الطريقه دي قبل الامتحان. بعد التحاليل ما خلصش امتحان الماجستير بس يحضروا معانا الفيلم ريدنج بتاع المستشفى. عايزين ايه المره الثانيه؟ هنقول اكس راي تيست ومره هنقول البون بس انا عايز اخلصهم قبل يوم 15 شهر. ايه اليومين غير الحد تاني عايزين تختاروه؟ بس انا لازم على حسب ظروف حضرتك يا دكتور. شوف اللي يعني انتوا فاضيين ما معكمش حاجه؟ لا. طب حلو. طب بصوا في يوم الصبح فاضيين ممكن الصبح مثلا من 10 ل 12 ناخد الشيست. ماشي الباقيين انا على حسب يعني ظروف حضرتك. حسب ظروفي. طب انتوا بس يكونوا سمعتوا بس محاضره لما نقعد نتكلم في الفيلم ريدنج يبقى انتوا فاهمين يعني فاهمين ايه سيلويت ساين يعني ايه هذا لوف 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 سيكل ساين حاجات يعني لوف سيكل ساين حاجات دي كلها تبقى انتوا فاهمينها. لو سمعتوا المحاضره تفهموها لو سمعتوهاش مش تفهموها. يعني النهارده الحد 2 3 4 تلحقوا على الاربع ناخد المحاضره دي والحد اللي بعده ناخد البون كده خلصنا. لما ارجع تاني نبقى نبتدي في المستشفى ويوم كده على الزوم يعني اسبوع واحد نخلص اللي في المستشفى او اسبوع او 10 ايام نخلص ثلاث محاضرات يبقى يومين في الاسبوع وناخد الزوم بتاعه الامتحان. تلحقوا على الاربع ماشي ان شاء الله. تمام. لو خلاص لو خلصتوا اكتبوا لي قولوا احنا جاهزين يوم الثلاث بالليل تقولوا احنا جاهزين. على الاربعاء مش هينفع انا بفتح زوم الدكتور محمود ما ينفعش افتح زوم في نفس الوقت. ما الدكتور محمود دكتور ادري بياخد الاربعاء ما ينفعش. ماشي ماشي ما احنا لازم نرتب مع دكتوره رضا. طب دكتوره رضا ينفع يوم ايه حضرتك معاك؟ انا عادي بالنسبه لي دكتور ادري بس يوم الاربعاء وخلاص لكن بقيت اي ايام مفيش مشكله. طب الخميس حلو يا جماعه نخليها الخميس الصبح. انت بتفضي الخميس الصبح يا دكتور؟ عادي دكتور انا هبعت الزوم حتى لو هعمل ريكورد واخرج عادي. ريكورد وتخرجي تمام الله يخليك. بالظبط كده خلي خليك يعني هي حد الهوست واخرج خليك الهوست واخرج مش مشكله يعني. تمام فاضيين الخميس الصبح يا رهوات؟ ولا عندكم شغل؟ ما تردوا؟ ايه؟ فاضيين لو عايزين الجمعه الصبح ما عنديش مشكله بس الجمعه الصبح بس الجمعه بيبقى مزنوق شويه والله مش عارف يعني بيبقى لا خلاص خلاص كويس بس دكتور اللي فاضي يحضر ماشي وحضرتك تسجلها لنا نسجلها بس شغل نسمعها ان شاء الله. يعني انا رايي تحضروا احسن بس عشان نشوف الشيست كل امتحان تيجي شيست وبون للماجستير كل كونفشن بيجي شيست يا بون. ودكتور علي عبد الهادي راجع امتحان المره دي كان مرفت استأثر بس المره رجع خلاص؟ رجع شفت ده طيبين الدكاتره طيبين. مش قادر يسيب رجع المرض. لا طيبين بصراحه. كويس يا رضا الحمد لله ربنا نجاك. عديت الحمد لله. دكتور علي فكل الحالات اللي معاه شيست يا بون في الاكس بالذات الماجستير بتوع